هاي صور لسوريا قبل حكم آل الأسد، صور التقطت بالأبيض والأسود وتم تلوينها حديثا، وبتظهر لكم سوريا غير يلي بيعرفها السوريين. استوقفتني صورة لفتني فيها خط الترام يلي بيمر بجانب نهر بردع يلي بيشبه أحد المناطق الشهيرة بإسطنبول اليوم. وما بخفيكم سر إني لما شفت هاي الصور فهمت سبب تغزل الشعراء بمدينة دمشق وياسمينها ونهرها، الغزل اللي للأسف ما ممكن ينطبق على دمشق الحالية، ولا ممكن الجيل الجديد يربط بين الشعر يلي بيوصف جمالها وأناقتها وبين المناظر اللي عم يشوفها لما بيتمشى بشوارعها اليوم. يعني كيف ممكن تقنع شخص عمره 20 أو 30 سنة إنه هاد هو نفسه نهر بردة يلي تغزل الشعراء بعذوبته وخضار ضفافه؟ بالبحث شوي بتلاقي إنه فعلاً دمشق كانت زهرة بين المدن، حتى إنها نالت المرتبة الأولى كعاصمة للأناقة على مستوى العالم عام 1950، وإنها أول مدينة عربية استخدمت خط الترام في مواصلاتها العامة، مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة. كانت أول مدينة عربية بيدخلها الكهرباء عام 1907 لما دخلت على جامعها الأموي بدمشق. هاي المرتبة الأولى اللي كانت تلاصق دمشق أصبحت في عهد آل الأسد الأولى من الخلف، يعني أصبح تصنيفها الأولى في كل شيء سيء ومخزي وبربري. وهالشي مو رمي أي كلام، وإنما حقيقة مثبتة بالأرقام والإحصائيات الصادرة من مراكز عالمية معترف بها. خلوكم معي لأبهركم بالأرقام والمراتب اللي وصلت لها سوريا في عهد آل الأسد بهاي الثلاث سنوات الأخيرة. سوريا صنفت الأولى كأسوأ بلد في المنطقة من حيث نسبة الفقر، اللي وصلت إلى 82% من الشعب السوري تحت مستوى خط الفقر. يعني تخيل أكثر من 3/4 الشعب السوري يصنف على أنه فقير جدا جدا جدا، ومع كل هالفقر وليزداد الطين بلة، صنفت دمشق على أن الأولى من حيث أغلى أسعار العقارات في المنطقة. سوريا صنفت الأولى على المنطقة من حيث ضعف العملة، وصنفت الأولى من حيث أقل رواتب الموظفين في المنطقة. بلد ما بتجاوز متوسط راتب الموظف فيها 20 دولار أمريكي شهريا. سوريا صنفت الأولى من حيث البلدان الأشد خطورة في العالم، والأولى من حيث أكثر البلدان في معدلات الجريمة في المنطقة. سوريا وعاصمتها دمشق تحديداً صنفت الأولى كأسوأ مدينة للعيش في العالم كله، وصنفت الأولى كأسوأ دول المنطقة في مؤشر الحرية، وأيضاً صنفت الأولى في العالم كأسوأ دولة على مؤشر الحرية الإنسانية. سوريا صنفت الأولى كأغلى خدمة إنترنت في المنطقة، بطبيعة الحال أبطأ خدمة إنترنت في المنطقة. وكمان صنفت الأولى من حيث أسوأ الدول بحرية استخدام الإنترنت. سوريا صنفت الأولى من حيث أسوأ دول المنطقة في حرية الصحافة، وكمان الأولى كأسوأ دولة في المنطقة على مؤشر الديمقراطية. سوريا صنفت الأولى كأسوأ دول المنطقة بالنسبة للمرأة، وثاني أسوأ دولة في العالم لحياة النساء بعد أفغانستان، وصنفت الأولى كأسوأ دول المنطقة في مؤشر الفجوة بين الجنسين. سوريا صنف جواز سفرها كأسوأ جواز سفر في المنطقة، وأيضا أغلى جواز في العالم، وهو رغم غلائه ما بيدخلك غير كام دولة وفيزا رح تدفع عليها آلاف الدولارات الإضافية. سوريا صنفت على أنها الأولى كأكثر الدول فسادا في المنطقة والثالثة عالميا. سوريا صنفت الأولى عالميا بتصدير اللاجئين إلى جميع دول العالم، 6.8 مليون، يعني حوالي 7 ملايين لاجئ سوري منتشرين بدول هالكوكب. سوريا صنفت على أن من الدول الثلاث الأولى الأكثر هشاشة في العالم، بمعدل 13 مليون مواطن سوري محتاج مساعدة، يعني أكثر من نص الشعب السوري محتاج مساعدة ليعيش. سوريا صنفت على أنها الدولة الأولى عالميا بتصدير حبوب الكبتاغون المخدرة أو المنشطة، يلي بلغت صادراتها من الكبتاغون 5.7 مليار دولار عام 2021، وهالرقم هو 6 أضعاف صادراتها القانونية. وأيضا ما يسمى برئيس سوريا صنف الأول على أنه أكثر حكام العالم اللي نهبوا أوطانهم. هذا الكلام مانو لإلي، وإنما لمراكز وصحف عالمية إلها سمعتها. وهي التصنيفات لسوريا رغم إنها في المراتب الأخيرة إلا أنها رحمة. ليش؟ لأنه في مرتبة أسوأ من المراتب الأخيرة، وهي إنه سوريا تخرج من التصنيف العالمي كليا. كيف يعني؟ يعني حتى المرتبة الأولى بالسوق ما بنحصل عليها. طيب هل صارت معنا بسوريا الأسد؟ إيه نعم، في تصنيفات كتيرة خرجنا فيها من التصنيف العالمي. خذ مثلا سوريا خرجت من التصنيف العالمي للرعاية الصحية، وبنفس الوقت الأطباء السوريين صنفوا بالمرتبة الأولى من حيث الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا. سوريا خرجت من التصنيف العالمي من حيث جودة التعليم، ونص أطفال سوريا أصبحوا خارج مقاعد الدراسة، وبنفس الوقت السوريين يوميا عم يحصدوا المراكز الأولى على جامعاتهم ومدارسهم بتركيا وألمانيا وكل دول أوروبا وبلدان اللجوء. سوريا خرجت من التصنيف العالمي لمؤشر السعادة، يعني ما نقت عز دولة، وإنما خارج التصنيف كليا. ولبنان الشقيق حصل على المركز الثاني بالتعاسة على مستوى العالم. وإضافة لكل ما ذكر، في كتير أشياء ما لها تصنيف عالمي،
لأن بالأصل ما بتحصل إلا بسوريا. خود مثلا سوريا أكثر دولة بالعالم دمر فيها منازل بنسبة تصل للنصف ويمكن أكثر. سوريا أكثر بلد في العالم فيه معتقلين. سوريا أكثر بلد بالعالم فيه قتل تحت التعذيب. سوريا أكثر بلد بالعالم قتل فيه مدنيين على الهواء مباشرة، وأول بلد في العالم صار فيه تهجير قصري على الهواء مباشرة. سوريا أكثر بلد بالعالم انضربت مدارسه بالطائرات ومشافيه قصفت، وأكثر بلد بالعالم قتل فيه أطباء وصحفيين. سوريا أكثر بلد في العالم بيحتوي على مقابر جماعية، وأكثر بلد بالعالم ارتكبت فيه مجازر. سوريا أكثر بلد بالعالم استخدم فيه الجيش السلاح الكيماوي ضد المدنيين. نعم صحيح سوريا بيوم من الأيام مرقت على المراتب الأولى بشكل إيجابي، لكن بعد اغتصاب آل الأسد للسلطة حافظت على المرتبة الأولى بشكلها السلبي. باختصار سوريا كلها وقعت بحفرة التضامن من لما اغتصب حكمها حافظ الأسد وسلمها لعائلته من بعده، وما ممكن تخرج من هاي الجورة إلا بخروج آل الأسد وعائلته من السلطة. وسلامتكم.